مش مشغول ولا بنشغل. والله يا دكتور هل فكرت في يوم من الايام انه يصير عندنا شغل هيك، خاصه في طريق نابلس جنين؟ ما شاء الله يعطيهم العافيه. العافيه شغل مرتب الصراحه. والله يا عمي شغل مرتب، ولا ما فكرتش انا انه طريق نابلس جنين هيك شغل مرتب؟ شوف من هون يعني من نابلس، من مفرق دير شرف لجنين على هذه المنوال، على هاي الطريق هيهم بيشتغلوا فيه وما شاء الله. وهذه محطة اعتقد هاي دار ابو مازن. بدي اسأل هذول الشباب محطة محروقات برقة. ايوه مرحبا يا ابن برقة، يعطيهم العافية. كيف الحال؟ ميت اهلا وسهلا. بدي اسألك، مش هذه لدار مازن وابو مازن؟ ابو مازن محمد ابو حاتم. 100% وصلت. فمازن من اصحابنا، وام مازن كمان في ستاتن ايلاند في نيويورك. يا ميت اهلا وسهلا. من حوارة؟ الله يعطيهم العافية. سلامات. هسه طلع. هاي درس لك. صباح الخير. انو ابوي هاي برتبوا لكم في هالشارع، هذا هو صار من احسن ما يكون. اهلا وسهلا. تفضل صف السيارة. احنا رايحين هذا اخونا السيد مازن. احنا رايحين عجل اخو الصغير. صور. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. هذا اصغر واحد. شو اخباره؟ ما هو اظن لك اجى هو السنه الماضيه وصابوا شو اسمه اللي طفش الدجاج، شو المرض اللي صار؟ انفلونزا. هو صار فيه انفلونزا الطيور. مرض ابنه اجى من امريكا. ايوه من ولد صغير من قريته في الجريده. وبعدين حكيت مع واحد من دار عوادي من اصحابه، بقول لي انا اتصلت فيه لانه جابوه على الاخبار. اما هيك رتبوا لكم صحيح المنطقه ايش صارت هي. الله يسلم ايديكم على هالشغل المنظم والمرتب. لا خلي في اللي يسمع. لا والله تمام، والله شغل جبار منيح يعني على اصوله. ما كنتش اتوقع انه ايش 18 هم سكر. بس شغل نظيف. محطة محروقات برقة. برقة شو راح عندكم؟ الله يعطيهم العافية. ابو مازن قدامك على مجمع السيل التجاري. طيب احنا نشدد واحنا معكين ان شاء الله. كنت بس توصل عند مجمع، بس توصل عند مجمع السيل ان شاء الله. الله يبارك فيك. طالعين مشوار صار معانا مواجال بنيجي ان شاء الله. يلا مع السلامه. بس من حكى مازن لازم سنه ديجي. انا ال 14 9 ضايل هان، صلي 3 اشهر مازن. يوم العيد بتاعنا اول يوم بالعيد اذا بتكون موجود ان شاء الله. اول يوم بالعيد الدين ان شاء الله. ام مازن صاحبة اختي على العظم الحجة فتحية. تفضل من... عنا. طيب الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. من نروح رقم هاي رقم ابوي عشان ترن علي هنا. لا خلص مشعب مجمع السيلي. مجمع السيلي. طيب خلص. وباكي مجمع السيلي مع صبارو وبيضة. وهي باكي باريس. يلا السلام عليكم. يلا السلام عليكم. مع سلامتك. مساجين يا عم عربنا بسيطين يا دكتور. شوف المنظم مجال لفت برضه مشان شايف وين مازن. والله يا عمي بلدكم تركت. هذه بركة الشمالية، لأنه في عندك بركتين. دردبوان. ما شاء الله ما شاء الله. هاي برقة. شوف الطريق. ولا من هذا واد.